اسمي فاطمة عبيد الكعبي، طبيب بيطري مساعد في حديقة حيوانات العين. طبيعة عملي تنص على صون الحياة البرية، وطبعا هذا يتم من خلال العمل مع فريق العمل ومراجعة التقارير اليومية للحالات المرضية يوميا، وبناء على ذلك نقوم بتشخيص الحالات، أما بالفحوصات السريرية، أخذ عينات الدم، الأشعة السينية وغيرها، وبعد ذلك نقوم بالتدخل بتقديم العلاج اللازم، أو أحيانا نضطر أن نقوم بالعمليات الجراحية. فعلا التعامل مع الحيوانات مجال يعني ما أقدر عنه أقول بس إنه صعب، بس يعلمك عدة أمور، منها أنك تتحمل مسؤولية كبيرة، لأنك تتعامل يا أرواح ما تنطق ولا تقدر تخبرك يشوفيها، فأنت لازم تكون عندك الخبرة أنك تقدر تفهمها، وفي نفس الوقت تتعلمك الصبر وتعامل وياهم، أشعر بالمحبة وأشعر بالألفة، وفعلا التعامل مع الحيوانات يعني يعطيك طاقة إيجابية جميلة. بالرغم من أن أحيانا أن الطبيب لما يعالج الحيوانات تكون عنده صعوبة في أن الحيوان يتقبلها، لأن يشوف مثل التهديد له، وأحيانا بعضهم يحبونك أو يبادلونك المحبة لأنهم في الأخير شافوا أن تعطفت عليهم وساعدتهم. صراحة كوني من أوائل الطبيبات البيطريات في مجال الحياة البرية هو أمر يدعو للفخر، يعني أشوفه أمر مميز، وفي نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة علي وعلى كاهلي، وإن شاء الله أني أكون قد أقدر أقول عنه تحدي، لأن فعلا يعني أمر يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى التميز دائما. غير أن هالمهنة مهنة نادرة في الدولة، وأن يعني أن الدولة تحتاج كفاءات من جميع يعني المواطنين أنهم يبادرون ويدخلون مثل هالتخصصات لخدمة الوطن أول شيء. ثاني شيء هالتخصص لميزة أنه ممتع جدا ومتنوع، وأبدا يعني اللي يدخل في هالمجال ما يشعر بالملل، لأن في كل يوم هو قاعد يتعلم شيء جديد. فالإنسان اللي ما يحب الروتين بيكون هالمجال يعني ممكن نقول إن هالمجال هو الباب لأنه يدخله ويستمتع بجماليات التخصص.